أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم فخر أنكم من لم يصلي عليكم أول ما نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا ونبينا ونبينا محمد. شمس الدجى بجماله بلغ العلا بجماله، كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله. بين الورى بشرا على الإطلاق، كلا كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه أحد سوى الخلاق. ماذا أقول بوصفه ومديحه؟ وثناؤه
هدهما عن ظاهر الإطلاق. يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي، أيضا نرفع آيات التبريكات والتهاني إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أخي رسول الله محمد علي حبه جنة. شوف كل أبيات وكل قصيدة إليها حكاية في التاريخ. هالبيتين العظيمين قالهما الإمام الشافعي في أي مناسبة قيل له باعتباره شاعر مو بس فقط عالم، شاعر، قيل له لماذا لا تهجو عليا؟ يبون شتيمة وسب، فجاء بهذين البيتين. فقيل له إنك مدحته وما هجوته، قال مدحي إياه هذا في جنب مقامه العظيم هجوا لا مدح. علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. إذا تريد تعرف قيمة ولاية الأمير المؤمنين هذه الأبيات، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي قبل تكويني بحب حيدرك في النار تكويني. كيف تغذيت بهذا الولاء؟ يقول لنفس قدس سوى الرحمن ما لنفس قدس سوى الرحمن ما عبدت ولا إلى غير طايا بالولا رغبت. قلت لما بحب المصطفى علقت لا عذب الله حب الوصي وغذتني باللبن. له المنة العليا على المنن وأمره الحق في سر وفي وكان لي والد يا أبا حسن فصرت من لي ولا أخوى أبا حسن.
رأيت رسول الله يا ارفع آيات التهاني أيضا لهم يا سادتي ووالي يا آل بيت رسول الله يقول بآل محمد عرف الصواب منسوبة إلى أعلى أعلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو أخونا عمرو بن العاص وتنسب إلى غيره أيضا بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله لكن نتبرك بشيء من التفصيل عن بعض جوانب حياتهم لأنهم صلوات الله عليهم قد سطروا أعظم الملاحم
وسطروا أكبر الأرقام القياسية في العالم، فهم أصحاب الموسوعة العالمية للأرقام القياسية. خل عنك جميع الموسوعات العالمية اللي تصدر، فهم صلوات الله عليهم قد حطموا الرقم القياسي بجميع المقاييس الفكرية والعلمية والثقافية والحربية العسكرية والإيمانية والروحية في جميع الجوانب. ونحن سنتناول، يعني بتناول مقدمة أولاً عن مراحل حياة أهل البيت صلوات الله عليهم وأدوارهم سريعاً، ثم نأخذ خلنا نشوف باقر العلم صلوات الله عليه من أين أتى بهذا العلم، وكذلك بقية آبائه وأبنائه صلوات الله عليهم أجمعين. وجدت التسع صدوركم بنتحدث، وإذا شفتوني طول نقول انزل. تقريبا مراحل حياة أهل البيت صلوات الله عليهم تدور في ثلاث مراحل. الأولى هي مرحلة ترسيخ المبادئ أو تأسيس المبادئ، فكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه والحسن والحسين عليهم السلام يشكلون هذه المرحلة. وأعطيك مثال يعني عشان ما نستغرق فيها ونمشي بسرعة، أعطيك مثال. قيل لأمير المؤمنين أنت فتحت على روحك أبواب حرب، أنت هؤلاء الولاة اللي تريد تعزلهم بعد ما تقلد منصب الخلافة الظاهرية، وإلا هو من لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة هو خليفة المسلمين. قيل له، قال ابن عباس وغيره من الصحابة، قال أنت ليش تفتح على روحك جبهات قتال وتنفصل الدولة وتشتت الأمة وكذا؟ ليش، لماذا لا تقر هؤلاء الذين ولاهم من سبقوك على مناصبهم إلى أن تستثب لك الأمور وتقوى شوكتك وتعزلهم؟ قال هيهات. ليش؟ لأن أمير المؤمنين قاعد يأسس مبدأ، لو فعل ذلك ربما انتصر، ربما فاز، ربما سيطر ظاهريا عسكريا، لكن عند الله لا، في قلوب المؤمنين لا. كذلك الحسين صلوات الله عليه يقول له ينصح ابن العباس ونصحوك بعض الصحابة، إنا نخشى عليك من هؤلاء من أهل الكوفة، ليش ما تروح العراق؟ ليش ما تروح مصر؟ ليش ما تبقى في مكة؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يرى إنزين هؤلاء النساء، قال شاء الله أن يراهن. إذا مبادئ عندنا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي. تجي مرحلة ثانية، وطبعا زين العابدين هو الذي نشر هذه المبادئ من بعد أبيه وعمه وجده. المرحلة الثانية اللي عاشوا فيها الأئمة صلوات الله عليهم هي من حياة الإمام طور إلى حياة الإمام الكاظم، هي مرحلة التعليم وتبليغ الشريعة والأحكام ومحاربة الأفكار الفاسدة، خصوصا في العصر العباسي لما صارت الترجمات وترجمت الكتب الهندية واليونانية والفارسية وغيرها، وانتشر الفلاسفة والزنادقة والسوفسطائيين وغيرهم. فلذلك هذه المرحلة كانت ربما تكون من أصعب المراحل.
ولهذا أنشأوا هذه المدرسة. بنرجع عليها المرحلة الثالثة، مرحلة ترسيخ العقيدة، وخصوصا أن وطبعا من الإمام الجواد والتنازل إلى عصر الإمام العسكري وبعده القائم عجل الله تعالى فرجه. هاي المرحلة مرحلة ترسيخ العقيدة، لأن خلاص تكتمل سيكتمل على الأئمة تمهيد إلى قضية المهدوية، وكثير من الأمور الحوادث كلها تصب في هذا المجال. ولهذا صار عندنا أئمة اثنين تقريبا في هذه المرحلة تولوا الإمام وهما في سن صغير. كل هذا تمهيد لغيبة الإمام الحجة صلوات الله عليه، لتفضل القلوب والعقول لهذا الأمر. نرجع إلى المرحلة اللي احنا جايين علشانها ومجتمعين علشانها اليوم. تبدأ من الإمام الباقر صلوات الله عليه وإلى الإمام الكاظم. والغريب أو المستغرب أننا دائما نتصور أن أحناف الإمام الكاظم صلوات الله عليه هي فقط معاناته في السجن. لا، هي مرحلة من عمرية بسيطة من عمره، مرحلة صغيرة من عمره، تواجد عمره في مسجد رسول الله يبلغ ما وصله من علوم عن آبائه صلوات الله عليه. كان يعني بعد وفاة الإمام الصادق استمرت المدرسة، مدرسة أهل البيت استمرت. وإحنا دائماً في حياة الإمام الكاظم دائماً مع احترامي لكل الخطباء ولكل المتحدثين نغفل هذه المرحلة العلمية في حياة الإمام الكاظم. لولا الإمام الكاظم لكثير من المعارف والعلوم والأحكام الشرعية لو ما وصلت إلينا. العمل من أين حصل أهل البيت صلوات الله عليهم على هذه الخبرة؟ الإمام الجواد صغير، الإمام الهادي صغير، وإذا الإمام الجواد يجيب على هذه المسائل العظيمة في مجلس واحد، الإمام الباقر صلوات الله عليه، أبو جعفر الباقر سمي الباقر لأنه بقر العلم بقرا. من أين جاءت هذه العلوم؟ طبعا الحديث في هذا الأمر يستدعي وقت طويل، لكن أنا إن شاء الله على عجالة سريعة نتناول، وهذه هي سنتناول لكي نعلم كيف وصلت هذه العلوم لأهل البيت. نتحدث عن مصادر التعلم عند أهل البيت. ويمكن واحد يسألني يقول ليش قلت التعلم ما قلت التعليم؟ إذا في عندنا معلمين، إذا عندنا أساتذة تربويين يعرفون الفرق بين التعلم وبين التعليم. شو الفرق؟ أنا بعد ما درست التدريس بس هرب منه. التعليم هو لابد أن يكون بواسطة معلم. تعليم لابد أن يكون بواسطة معلم، فلان علم فلان. كذلك التدريس، فلان علم فلان، وفلان تعلم من فلان. لكن التعلم ليس بالضرورة أن يكون بواسطة معلم. فلذلك نقدر نقول عنه شنو؟ نقدر نقول عنه أعم مطلقا، التعلم أعم مطلقا من التعلم. فقد يقولون التعلم عن بعد، ما يقولون؟ إيش معنى التعلم عن بعد؟ يعني أنت تنتسب إلى جامعة، يمكن بالإنترنت تتعلم، يمكن من خلال الكتب، من خلال اللي يسمونه الأول انتساب، في المدارس يسمونها الأول منازل، يعني هذا التعلم هذا
قد لا يكون بواسطة معلم. فلذلك أنا أطلقت هذا المصطلح لكي لا يقول أحدا أن أهل البيت صلوات الله عليهم بالضرورة أن يكونوا قد جلسوا في حلقات العلم، مو بالضرورة. أول مصدر من مصادر التعلم هو التعلم من النبي محمد. سواء كان مباشرة كما هو بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وللحسن والحسين، أو كان بواسطة كما هو الحاصل مع بقية الأئمة. فأما التعلم المباشر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التلقي منه، فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، فانفتح لي من كل باب 1000 باب. إيش معنى؟ فهي لحظات في حالة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم للموت، مسك بيد علي عليه السلام وأدخله معه تحت الرداء وأسره طويلا. ثم قيل لعلي بعد ذلك، قيل له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، فانفتح لي من كل باب 1000 باب. هاي نقطة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قبل ما أروح لحديث النبي، وش معنى 1000 باب من العلم؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمني مفاتيح العلوم، أعطاني المفاتيح. باللي يعبرون عنها اليوم، كان الأول يسمونها مفاتيح العلوم، اليوم يعبرون عنها بنظريات العلم ومبادئه وأسسه. فهو أمير المؤمنين فرع على هذه المبادئ وهذه النظريات وهذه الأسس وأنشأ هذه العلوم. بتقول لي: وين العلوم؟ خلينا نشوف. ما أقول لك في النقطة الثالثة بيج. أما بواسطة فهو بقية الأئمة من زين العابدين ومن الحسن ومن زين العابدين والتنازل، وأيضا الحسن والحسين شاركوا بقية الأئمة في هذه الوسيلة، لأنهم تعلموا من النبي مباشرة وتعلموا من النبي بواسطة علي عليه السلام وبواسطة الزهراء عليها السلام. نجي إلى النقطة الثانية وهي الإلهام. من مصادر التعلم عند أهل البيت صلوات الله عليهم هي الإلهام. شو معنى الإلهام؟ كتب القواميس تقول: الإلهام هو ما يلقى في الروع، يعني في القلب، يعني تحس في قلبك انك لازم تسوي هالحاجة، وتحس في قلبك انك لابد ان تمتنع عن هذه الحاجة، وخصوصا في الامور. طيب مثلا تقول: اشو ما رحت المكان الفلاني في مصيبة، قلبي حاس. هذا الهام من الله سبحانه وتعالى. الله ألهمك عشان لا تروح، لكي يبعد عنك الشر ويحميك. وبعض الأحيان يقول: الحمد لله رحت، والله لو ما طلعت من هالمكان تطبق في مصيبة. شوف، الله ألهمك أن تطلع. ولهذا وهذا الإلهام موجود عند جميع الناس. عند جميع الناس الله سبحانه وتعالى يلهم جميع البشر، ولكن بمقدار إيمان كل شخص. كل ما زاد إيمان الشخص زاد الإلهام لديه، وكلما نقص إيمانه
نقص الإلهام لديه. أنت تشوف بعض الأحيان ما الأم تحس لو ما تحس تصرخ ولا ديس عاجز نشي عدل أو ما عدل. شفتون هذا أكيد تكرر كثيرا. وش دار راح يقعد في البيت وهذاك رايح الشغل ويروحون يبحثون عن ولد وإلا لا سمح الله أصابه المكروه. الله يبعد المكروه عن الجميع إن شاء الله ويفرج عن الجميع. إذا هذا الإلهام موجود وموجود حتى في غير البشر. الله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أمك ما يوحى. هذا عند البشر غير البشر. وأوحى ربك إلى النحل وأوحيت إلى الحواريين. هذا البشر أيضا بالنسبة للبشر. الله يوحي الحيوانات ويوحي الطيور ويوحي جميع المخلوقات ولكن بمقدارها. زين وشنو يستفيدون أهل البيت صلوات الله عليهم من الإلهام؟ الإلهام ليس لخصوص الأحكام الشرعية لا إنما الإلهام للحوادث الواقعة. الإمام شلون يتصرف؟ صارت مصيبة، صارت مشكلة، صارت قضية، صارت كارثة، شلون يتصرف فيها الإمام؟ شلون يتعامل معها؟ قضية من القضايا الحياتية السياسية الاجتماعية الأسرية. الإمام صلوات الله عليه يلهم وألهمه الله كما في لسان العرب. وألهمه الله بمعنى إيش؟ لقنه، أعطاه علم بأن يفعل أو لا يفعل. طبعا التقصير فيها أيضا يطول. فننتقل إلى النقطة الثالثة والمصدر الثالث من تعلم أهل البيت. وإذا جماعة هذا الكلام متكرر عليكم اعذروني. ها المصدر الثالث وهو الولاء والكتب والعهود التي عهد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ولفاطمة عليها السلام ولأولادهما ولأولادهما من بعدهما. تعرف شنو هذه؟ أقول لك. واحد جمع القرآن. أمير المؤمنين صلوات الله عليه جمع القرآن وكان جمعه أشبه بالتفسير. اليوم ابن يسمونه كتاب تفسير، ما يسمونه كتاب، ما يسمونه مصحف، يسمونه تفسير. أشبه بالتفسير لأنه رتبه على حسب النزول وبعدين بيّن فيه أسباب النزول، بيّن فيه العام والخاص والمحكم والمتشابه، ها؟ وكل هاي الأمور بيّنها في كتاب، في هذا الكتاب. يقول ابن سيرين هذا العالم المعروف يقول لو أصبته لأصبت علما عظيما. لو أصبت هذا الكتاب لو تحصل عليه ستحصل على علم غفير كبير. أيضا علمنا طبعا هذا أيضا هذا أنا قلته أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. عندنا الكتاب الثاني وأنا عشان بس لا أنسى شيء بطلع على أورادي القديمة العتيقة اللي عندي. تذكرون أيام دفاتر الهندسة هذول. المصدر الثاني هو كتاب مصحف فاطمة صلوات الله عليها. سمي مصحفا لأنه مجموعة من الصحائف. الصحيفة اليوم بمعنى جريدة صح؟ وحتى الجريدة أصلا هذا هو معناها الحقيقي، معناها الجريدة هي جريدة النخيل أيضا هذا تشبيه. الصحيفة هي الورقة
يعبر عنها اليوم ورق يسمونها قرطاس أو ورق، كانت من جلود الحيوان. فإذا امتلأت الصحيفة ضمت إليها صحيفة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن إذا صارت مجموعة كبيرة تجمع وتسمى مصحفا، يعني كتاب، تعبيرنا اليوم كتاب، تسمى مصحف. فمصحف فاطمة صلوات الله عليها كما يقول الإمام الصادق عليه السلام وعن الباقر أيضا أنه ليس فيه شيء من القرآن، ما في شيء من القرآن. اللي قاعدين يتهمون إنزين يا جماعة أنا عقيدتنا أنه ما في شيء من القرآن، أنت اللي صير له القرآن. وش في عجل؟ قال فيه علوم الأولين والآخرين، وفيه أيضا كتب الأنبياء السابقين، إنجيل التوراة والزبور وكذا. بعد قال فيه علم ما سيكون وعلم ما كان وعلم ما سيكون، وفيه أسماء الملوك، وأن فيه ليس لأبناء الحسن في الخلافة من شيء. ولهذا لما راحوا وناصروا العباسيين قالوا لهم الإمام الباقر نصح، قال لهم لا تمشوا إياهم هذولي، هذين يغدرون بكم. شوف هذا صاحب الرداء الأصفر هو الذي سيعلمون، هذا صاحب الرداء الأصفر هو الذي سيتولى الخلافة. أنا بجيرك صدق سيدي أنا بتولي الخلافة، قال لي إذا توليت الخلافة بتحملكم وبعطيكم وأحطكم على الرأس، وبعدين من حصل الخلافة شغل السيف. قال لي لا ما بتحصلون على شيء من الخلافة، كان اتفاقهم خليفة من الحسنيين وخليفة من العباسيين يتناوبون، وأبدا ما حصلوا شيء. أول ما جردوا السيف على أبناء الحسن صفون، عشان تعرف شلون علم أهل البيت صلوات الله عليهم. بعد إن شاء الله شكلكم تملتون مني. فهذا مصحف فاطمة أيضا عندنا الجامعة، الجامعة طولها كم؟ 70 ذراع يقول الإمام الصادق عليه السلام. 70 ذراع، شلون 70 ذراع؟ شلون واحد يقرأها؟ لأنها كانت تكتب على جلود الماعز أو البقر أو الغنم أو الشياك. فإذا امتلأ الجلد ضم إليه جلد آخر خيطون أو لزقون، فإذا امتلأ أيضا ضم إليه ثالث ورابع وخامس، فأصبح طوله يعبروا عنه في بعض الروايات بالكتاب. يقول الإمام الصادق إن لدينا ما لا نحتاج فيه لأحد والناس كلهم يحتاجون إلينا، إن عندنا الكتاب طوله 70 ذراع بإملاء رسول الله لخط عليه. فكان يطوى كما يطوى الثوب. شفت شلون انت اذا بغيت تلف السجاده تطويها بهي الكيفيه، يطوى كما يطوى الثوب. انزين هذا فيه جميع الاحكام الشرعيه اللي يحتاجها اهل البيت والتي تحتاجها الامه، وكثير من رواياتها وردت في كتب الحديث عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عن بقية الأئمة. وبعض الأصحاب الأئمة قرأوها على يد الأئمة مثل زرارة وغيره من الأصحاب، ورووا بعض رواياتها عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. هاي فيها الأحكام الشرعية، الإلهام ما نحتاج للإلهام في الأحكام الشرعية عشان لا أحد يقول
أن مذهب أهل البيت مذهب خرافات، لا، مذهب أهل البيت مذهب قويم، مذهب قويم، لأن قام عليه أناس زقوا العلم زقا، بقروا العلم مقرا، روى جدهم عن جبريل، ووالي أناسا قولهم وفعالهم، روى جدهم عن جبريل عن الباري. إنزين بعد غير الصحيفة، أنا كم واحد جبنا الحين؟ عندنا أيضا غير الجامعة، طبعا صحيفة بإملاء رسول الله وبخط علي، وأيضا مصحف فاطمة، أنا برجع لمصحف فاطمة في نقطة، مصحف فاطمة في روايات تقول أنه بإملاء رسول الله وبخط علي، كتب لفاطمة عشان يعرف أن بيجيها غم وهم بعد وفاته، وفي روايات ثانية أخرى تقول أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيت الزهرة عليها السلام 75 يوم، أصاب من الهم والحزن وما لا تتحمله الجبال، فكان جبريل ينزل عليها ويسليها، ليش يسليها؟ عشان يفرج عن همومها، وأيضا يسليها بماذا؟ يخبرها بمقام رسول الله في الجنة، وأيضا يحدثها بعلوم الأولين والآخرين، وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يكتب. فإذا روايات على نوعين، فبعض العلماء قال الله يمنع عليكم جزء من الصحيفة بإملاء رسول الله والجزء الآخر بإملاء أمير المؤمنين بإملاء جبرائيل صلوات الله عليه. إذن عندنا أيضا صحيفة الفرق، هي من مؤلفات أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أحكام الفرق، وبعض الروايات تقول فيها أيضا أحكام أمير المؤمنين وقضائه، يعني دونوا القضايا اللي حكم فيها أمير المؤمنين في حياته، مدونة أيضا كتبها لأولاده، وهذه الرواية أيضا روى كثير من الرواة مثل أبي بصير محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وعن الصادق، كثير من روايات هذه الصحيفة. وأيضا لو جينا وعدنا أيضا فيها الفرائض، هذه الصحيفة أيضا فيها الفرائض، عندنا أيضا صحيفة أخرى هي صحيفة الديار، صحيفة الديار هذه موجود رواياتها حتى في صحيح مسلم وفي الجامع لابن سعد كتاب الجامع، وأحمد بن حنبل أيضا روى بعض رواياتها، عشان لا تقولون ان احنا نألف من عندنا ونفتري، نقول لنا وين الكتب اللي تقولون منها؟ طالع كتب المرويات موجود كثير من رواياتها، لكن الكتاب الاصلي موجود عند اصحابه عند اهل البيت صلوات الله عليه. بقي عندنا كتاب الجفر، وهو الكتاب الذي املاه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وخطه علي عليه السلام، والجفر جفران، جفر الأكبر وهو اللي يسمونه الأبيض، فيه كثير من العلوم والطرائف والآداب موجودة فيه، والجفر الأصغر وهو اللي يسمونه الأحمر كان وعاء لسيف رسول الله، كان وعاء للسلاح، وأيضا فيه علوم وحوادث عن الملاحم والمعارك والغزوات اللي صارت سابقا موجودة فيه، ولا يفتح إلا في الحرب، والجفر الأبيض أيضا كان يستخدم وعاء أيضا لمصحف فاطمة عليه السلام، أيضا جعل وعاء لمصحف فاطمة عليه. فإذا هذه العلوم ها
هذا غير، هذا غير، أنا ما بفصل لك بعد لأن في أشياء كثيرة، بس يمكن غير الذي جمع بعد حياة أمير المؤمنين. بقرأ لك سريعا كم كتاب مثل نهج البلاغة اللي جمعه الشريف مثل الصحيفة العلوية كلها أدبية، مثل ديوان الإمام علي الشعر المنسوب للإمام علي، أيضا مسند الإمام علي اللي جمع النساء، أيضا غرر الحكم وذرر الكلم اللي جمع الآملي، أيضا مطلوب كل طالب جمع أبو وطواط الأنصاري، 100 كلمة اللي جمعها الجاحظ، جمع 100 كلمة لأمير المؤمنين وطلعت عليها شروح، طلعوا ناس وشرحوا 100 كلمة وطلعوا منها علوم ودرر. جنة السماء جمع الإمام أبي حامد الغزالي ما اشتمل عليه كتاب صفين لنصر بن حازم، أيضا صحيفة العلوية الأدعية، فضائل الحكم وفرائل الحكم أبي القاضي أبي يوسف وغيرها من المؤلفات. تعبتكم له؟ فلذلك لم نستغرب إذا قيل أنه باقر العلوم. هي نقطة. النقطة الثانية أنه هو أول إمام يتولد من إمامين. البعض يقول لي أول إمام يتولد من علويين، لا، في حسن حسين، لكن وفي أمير المؤمنين، لكن أول إمام، في أول إمام يتولد من إمامين، من الحسن والحسين، يعني نور أمير المؤمنين وفاطمة انقسم إلى الحسن وإلى الحسين، ثم نورهما اجتمعا بعد أن انتقلا إلى زين العابدين، وفاطمة بنت الحسن كانت أشرف نساء أهل البيت في زمانها، امرأة عظيمة وجليلة، أبوها الإمام الحسن، ولهذا الإمام الباقر عليه السلام تولد من هذين الإمامين العظيمين. بعد نقرأ لكم مولي. فلذلك كأن الله سبحانه وتعالى اختار الإمام الباقر هذين الأبوين العظيمين ليؤهله لهذه المرتبة العظيمة. وترى أمهات الأئمة كلهم أمهات جليلات على مستوى عالم من العلم والمعرفة والإيمان، وهيك الحين قاعد يسوون فيلم كارتوني إلى أم الإمام المهدي صلوات الله عليها، وشلون خلعت وهاجرت وبيعت في السوق وإلى أن اشترى الإمام وجابها وزوجها ولده وكذا. وهذه المرأة العظيمة شاء الله أن تحمل بهذا الإمام العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله محمد للإمام الإمام وحجة الله على الأكوان،
باقر علوم أهل البيت محمد صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لا تجي في بطنها ألما ولا وجعا، وكانت تجد خفة واتساعا، وكانت كلما دارت عليها الليالي والشهور رأت من عجائب الله ما يحير العقول، إذ كانت تسمع تسبيح ولديها في بطنها. والإمام زين العابدين يخبرها أن قري عينا، فلقد أقر الله عينك بأفضل خلق الله بعدي. ولما جاءت ليلة ولادتها وليلة مولده أوحى الله تعالى إلى الحور العين أن هبطن إلى الأرض كي تلين منها ما تلي النساء من النساء. هبطنا إلى الأرض وأحضنا بها والنور يبرز من جبينها، فبينما هي كذلك جالسة ولدت للإمام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلى الله على محمد. يقولون نختم بس بيتين ثلاثة ما شاء الله. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله وخزان علمه، ميامين في أبيات نزل الذكر، أسماؤه مكتوبة حول عرشه، ومكتوبة من قبل أن يخلق الذر. ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو، ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا أشرقت شمس ولا طلع البدر. سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، وكل نبي فيه من سرهم سر. بدربك سيدي لخدم، ولا منا ولا منا نزور إن شاء الله قبرك سوى.